حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الكاتب والمحلل السياسي محمد خلفان السوافي، بعد التحية. طبعا هناك روابط كثيرة، توافقات كثيرة تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. طبعا هذه الروابط يعني كانت مرتكز في زيادة النمو وتطور الثوابت والرؤى المشتركة. ضعنا في مشهد تلك الروابط وكيف تقرأها. مرحبا، أول شيء أمسي عليك ومسي على الجمهور وعلى المشاهدين. فيما يخص الروابط اللي تربط ما بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، أعتقد أن الكلام هنا كثير جدا، ولكن خليني أنا أضعها في أربع نقاط حتى تكون منطلق للحديث إن كان هناك أي مداخلة أخرى في هذا الجانب. نعم. أول شيء، ما يميز العلاقات البحرينية الإماراتية هي الإيجابية فيها، مثل ما تفضلت أنت الآن، أن هي تعمل على ازدهار وتنمية هذه العلاقات، فالإيجابية نحو تطويرها لخدمة الشعبين وخدمة قضايا المنطقة بشكل عام. النقطة الثانية كما أراها في هذه العلاقة، أن هي علاقة هي أسهمت بشكل كبير على عملية تعزيز العمل الخليجي المشترك، فالعلاقات البحرينية الإماراتية نموذجية في هذا الجانب، وهي تعطي مؤشرا على عملية التعاون وتوفيق الرؤى فيما يخص تحديات المنطقة. النقطة الثالثة السادسة، ما يربط الإمارات والبحرين يصلح لأن تكون العلاقات، يعني نموذجية هذه العلاقة تصلح لأن تكون نموذج للعلاقات الأخوية الأخرى في عملية الحفاظ على مكتسبات كل الدول أو ما يربط الدول الأشقاء. النقطة الرابعة والأخيرة، نعم، ان هناك ان في مجمل هذه النقاط هناك لجنه مشتركه عليا تربط البلدين. هذه اللجنه العليا تعمل على مراجعه بين فتره واخرى في العلاقات ما بينهما لتدفع بها الى الامام والى تقويتها بما يخدم السلم العالمي وكذلك المنطقه. هكذا اراها هذه العلاقه الجيده والمتميزه كذلك. نعم، إذا كنت معنا من أبو ظبي الكاتب والمحلل السياسي محمد خلفان الصوافي، شكرا جزيلا لك.